مرة إلى ثاني ملفاتنا للنقاش والمخصصة لهذه الفترة الإخبارية، وبطبيعة الحال سنتحدث عن انطلاق الندوة 12 حول الحوار الاجتماعي لتجسيد السوق العربي المشترك بولاية سكيكدا. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف سامح النساج، إذن الصحفي والمهتم بالشأن الاقتصادي من مصر. صباحك سعيدة أستاذ سامح. صباح الخير عليكم وعلى أهل الجزائر الكرام، أهلا وسهلا مرحبا. إذن أستاذ سامح، انطلقت بولاية سكيكدا اليوم إذن الحوار الاجتماعي لتسجيل السوق العربي المشترك، وهذا بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لعمال النفط والغاز والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذه الفعاليات، هذه الندوة إذن بحضور مشاركة 100 مندوب يمثلون نقابات عربية وشخصيات أيضا وطنية وكذا دولية، وأيضا 17 دولة منتجة للنفط. إذن أستاذة بداية، ما هو تقييمكم لهذا الحدث التقوي إذن هنا بالجزائر بحضور الدول المشاركة؟ هذا الحدث في حد ذاته هو حدث مهم. طبعا فكرة السوق العربية المشتركة ليست جديدة، وبالعكس هي قديمة قدم إنشاء الجامعة العربية تحديدا من 500 القرن الماضي، بدأت من 1950، لكن في ظل الظروف الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وتراجع الاقتصاد العالمي أصبحت فكرة إنشاء تكتلات اقتصادية وسوق عربية مشتركة أصبحت ضرورة ملحة، لأن الدول العربية مؤهلة تماما لإنشاء سوق عربية نظرا لتوحد اللغة وتقارب الحدود وأشياء كثيرة مشتركة وتنوع الإنتاج، يعني نمتلك بالنسبة للنفط تحديدا أكثر من 60% من احتياطي النفط العالمي موجودة في الدول العربية، بالإضافة لأكثر من 25% من الإنتاج العالمي. يعني إحنا مؤهلين تماما بالنسبة لإنشاء سوق عربية، لكن هذا يستدعي أن إحنا نحط حلول حقيقية لتحقيق هذه الفكرة. طيب أستاذ سامح، اليوم ربما الأولوية للتعاون العربي المشترك مثلما أشرتم وقلتم الآن، ربما اليوم كيف أو ما هي الآليات التي يجب أن تعتمدها الدول العربية لتحقيق هذا؟ طبعا في طرق كثيرة، لكن أهم شيء هو الإرادة السياسية. يعني أحيانا يكون تضارب المصالح بين الدول أو طريق الحكم السياسي والاقتصادي، ظروف النظام الاقتصادي القائم في كل دولة يختلف عن الآخر. بعض الدول العربية تهتم بشكل أكبر مثلا في إنشاء اتفاقيات ثنائية، يعني بين مثلا مصر والجزائر، بين مصر والسعودية أو العكس، على حساب الاتفاق العربي. لكن إنشاء السوق العربية المشتركة يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وإطار شامل لكل الدول العربية وليس اتفاقيات ثنائية. لتحقيق ذلك طبعا أول شيء اللي هي إنشاء المنطقة التجارية الحرة، وأيضا تسهيل انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وبعضها البعض، وإزالة كل العقبات الجمركية بين الدول. هذا يمهد للسوق العربية الحقيقية التي تحقق مزيد من طموحات الشعوب العربية المختلفة. ابقى معنا أستاذ سامح. أيضا يلتحق بنا هنا ضيفنا في البلاطو الخبير الاقتصادي بن علي. صباحك سعيد أستاذ. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. شكرا لك على تلبية دعوتنا اليوم أستاذ. نتحدث ربما عن هذه الندوة التي تقام فعاليتها بولاية سكيكدا، مثلما أشرنا حضور 17 دولة منتجة للنفط وأيضا 100 مندوبات يمثلون نقابات عربية وشخصيات وطنية وحتى دولية. اليوم أستاذ أصبح ربما الضرورة القصوى أصبحت اتحاد الدول العربية في كل المجالات حتى المجال الاقتصادي، وهذا ما شهدناه في مخرجات قمة لم الشمل التي قامت بها الجزائر. ربما اليوم كيف نحقق هذا أستاذ؟ إذن شكرا لكم. إذن أعتقد أنه الأهداف المسطرة من يعني لقمة الجزائر هي أهداف إذن تم التوصل في أغلبها، إذن تم تحقيقها، وإذن لاحظنا أنه النقاش في هذه القمة الخاصة إذن هي قمة لم الشمل بالفعل، وكان ذلك انتصار بالنسبة لقمة إذن الجزائر، حيث أنه فيه لم الشمل الفصائل الفلسطينية ولم الشمل إذن وتطرق إلى معظم المشاكل اللي تعيشها إذن الأمة العربية. ضف إلى ذلك إذن فيه
تطور وتنوع لهذه القمة من يعني وفيه نقاش العربي فيما يخص إذن المحور الاقتصادي، وهذا يعني أول دورة لدول لقمة الدول العربية التي تتطرق إلى المحور وتهتم بالمحور الاقتصادي. ضيف إلى ذلك إذن اليوم لقاء سكيدا إذن هو تتمة لنقاش العربي فيما يخص المحور إذن أو النشاط الاقتصادي خاصة منه إذن الطاقة. إذن لا يخفى عليكم أنه حاليا العالم إذن يعيش أزمة طاقة خاصة الدول الأوروبية، و إذن بعض إذن الدول إذن نحن في خضم هذه الأزمة. إذن الدول العربية تكتلت اليوم لماذا؟ لإيجاد نقاش بين هذه الدول لتبادل الخبرات، لتبادل خاصة أن الجزائر معروفة أو شركة سوناتراك بالتحديد معروفة دوليا ليس فقط عربيا بإذن قدراتها الخارقة وتطورها ويعني استحداث طاقاتها البشرية والمادية. وبالتالي إذن أعتقد أنه هذه القمة أو هذا اللقاء لتبادل الخبرات من جهة، واتفاقيات تعاقدية مستقبلية من جهة أخرى، أو منح الأولوية للشركات العربية فيما بينها للتنقيب وتنقيب عن البترول، وبالتالي التعاون العربي فيما يخص إذن الطاقة إنتاج واستغلال. جميل جدا، خاصة ربما أنه الشيء المهم الآن هو اتحاد الدول العربية ربما واستخدام هذه نقاط الضعف التي أصبحت للعالم فيما يخص أزمة الطاقة واستغلالها كنقاط قوة. أستاذ طيب ابقى معنا أستاذ، نعود إليك أستاذ سامح ونتحدث إذن في ذات السياق دائما. إذن وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب كان قد استقبل الخميس الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيميائيات إذن الذي بحث معه سبل دعم التعاون العربي المشترك. إذن أشرنا على التعاون العربي المشترك في شتى المجالات السياسية وحتى الاقتصادية، ربما اليوم من الجانب التكويني والتأهيلي كيف ربما ستنسق الدول مع بعضها البعض؟ ما هي مقترحاتكم وما هي الآليات التي يجب أن تعتمدها الدول العربية فيما يخص الجانب التكويني والتأهيلي أستاذ؟ طبعا الآليات موجودة، لكن أهم شيء الإرادة السياسية، تنهية الخلافات بين الدول، وأيضا إلغاء التبعية يعني للاقتصاد العالمي. بعض الدول لديها عمل السيطرة الأجنبية، يعني مصالحها الاقتصادية مع الاقتصاد الغربي أكثر بكثير من اهتماماتها بالاقتصاد العربي. يجب أن تكون الاهتمام أكثر بين الدول العربية وبعضها، وخصوصا نحن لدينا الخامات الأولية، نحن من الدول المصدرة للبترول كما قلت، الخامات الأولية فقط، لكن نحن لا نصنع للأسف، نحن نصنف كدول نامية تصدر الخامات الأولية فقط، وهذا لا يحتاج إلى سوق ولا إلى تسويق، لكن نريد أن تزيد الاستثمارات العربية في الداخل العربي، مزيد من الاستثمارات وإنشاء المصانع وتحرير التجارة بين الدول وإلغاء التعريفات الجمركية، والإرادة السياسية هي التي تحقق ذلك. إذا التقت الدول ووضعت مصالح الدول وشعوب هي الأساس، بالفعل يتحقق ذلك يعني، وهذا ضروري حتى يسمع يعني سبقنا لها الاتحاد الأوروبي ولديهم عملة مشتركة وسوق أوروبية مشتركة، نحن نحتاج إلى كل ذلك ومؤهلين بالفعل لذلك يعني في القريب العاجل. الأهم هو الإرادة السياسية. اسمعين؟ نعم. نعم أستاذ سامح، أيضا فيما يخص إذن تصريحات ربما عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيميائيات، قال أنه رأى هنا بالجزائر إذن اليد العاملة، وخاصة بعد محادثاته مع وزير الطاقة والمناجم وإذن المدير العام إذن الأمين العام لسوناتراك، تحدث أنه هناك العديد من النقاط الإيجابية في الجزائر فيما يخص تحقيق هذا التعاون، وأشار إلى أنه سيكون هناك مركز تدريب بمصر لتهيئة العمل العربي المشترك. ربما كيف ترون هكذا نوع من المبادرات وهكذا المراكز، يعني هل ستسرع من وتيرة العمل العربي المشترك أستاذ سامح؟
نعم، ده يعتبر حجر اساس يعني لاتخاذ خطوات او خطوه اساسيه لانشاء السوق العربيه ان شاء الله في القريب العاجل. وهذا التعاون يجب ان يستمر ويستمر، يعني انا اعتقد ان قمه الجزائر الحاليه وهذه الاتفاقيات الموجوده يجب اصبحت في ظل الظروف العالميه ملحه جدا وجدا جدا، لان هناك ازمات في الطاقه وازمات في السلع الغذائيه وتضخم وارتفاع في الاسعار في كثير من الدول، ليس في الدول العربيه فقط بل ايضا شاهدنا ذلك في الدول الاوروبيه وازمات الطاقه خاصه مع موسم الشتاء يعني. وبالتالي نحن نعم. ليس لدينا رفاهيه الاختيار، بالعكس احنا نعم. مضطرين الى التكتل والتكامل الاقتصادي بين الدول العربيه وبعضها البعض. شكرا لك استاذ سامح على كل هذه الشروحات التي قدمتها لنا، ونتمنى تحقيق التعاون العربي المشترك في كل المجالات. نعود إليك أستاذ إذن، ونتحدث في ذات السياق دائما فيما يخص التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة اليوم إذن، وهذه الندوة التي تقام بسكيكدا، نتحدث ربما عن حضور 17 دولة منتجة للنفط. أستاذ، ربما اليوم ضرورة التعاون العربي المشترك الذي يجب أن يكون ويتم تحقيقه، ما هي أو كيف تستطيع الجزائر أن تقدم للدول العربية؟ إذن أعتقد أن الجزائر أولا لما قامت بالنقلة النوعية للحوار في القمة العربية، كان الحوار ونقاشات سياسية إذن تحولت إلى نقاشات اقتصادية، نقاشات وحوارات للنفع الاقتصادي العربي. وبالتالي إذن هنا أعتقد أن الجزائر هي قائدة في المجال الاقتصادي للدول العربية فيما يخص إذن المجال النفط والبترول. إذن مدارس أو المعاهد أو يعني المعاهد والجامعات الجزائرية تزخر بطاقات كبيرة. إذن لدينا إذن ليابي إذن المعهد الوطني للبترول في بومرداس، إذن كلها معاهد ومخابر وخبرات جزائرية معروضة للدول العربية من أجل ماذا؟ من أجل التعاون العلمي والتقني في مجال تطوير هذه إذن الصناعة البترولية. والجزائر معروفة في هذا المجال، وأعتقد أنه المهندسين الجزائريين اليوم من المهندسين الأكفاء في هذا المجال، مجال إذن الطاقة، مجال الصناعات البترولية والكيميائية بصفة عامة. وبالتالي إذن فيه فكرة للنهوض بالتعاون بين هذه الدول. في اليوم نلاحظ أنه التعاون خصيصا إذن لشعبة إذن أو للصناعات البترولية والكيميائية. ننتظر كذلك في إذن الأيام أو الأشهر المقبلة لاستضافات بمثل هذا يعني النوع للصناعات الأخرى الميكانيكية، وتبادل يعني الخبرات في المجال الفلاحي، في المجال الصناعي، في المجال السياحي إلى آخره. لأنه الهدف ما هو؟ الهدف هو تأسيس السوق العربية المشتركة. وبالتالي إذن من هنا أعتقد أنه من يعني الحلول العربية لكل أزماتها الاقتصادية هو التكتل الجاد، التكتل الفعلي من أجل صناعة صناعة سوق عربية مشتركة تتمكن فيه كل هذه الدول من تدارك نقائصها الاقتصادية. إذن فيه دول عندها إذن إنتاج فلاحي زخم يعني متوفر، فيه دول عندها إنتاج أو مقومات لصناعة ميكانيكية كذلك، وفيه دول سياحية. إذن يجب التكتل وتكاثف الجهود من أجل الوصول للهدف، إذن في الهدف لإنشاء سوق عربية مشتركة. وإذن ستتدارك هذه الدول نقائصها الاقتصادية. طيب، وهل ربما بعد تحقيق كل هذا ستصبح الدول العربية أو تكتسب الريادة وتصبح ربما هي الدول اليوم العالمية؟ لما لا إذن السوق الأوروبية المشتركة بدأت بفكرة وتجسدت فعليا لإنشاء
عملة مشتركة أوروبية، وتجسدت فعليا لإنشاء علاقات اقتصادية أوروبية مشتركة. لما لا إذن العالم العربي لا يأخذ بجدية هذا، يعني هذا يعني العلاقة الرابطة بين هذه الدول، من أجل ماذا؟ من أجل محاولة التكامل الاقتصادي والسياسي، وإنشاء لما لا البدء خاصة نحن مع بعض دول الجوار مؤهلون للبدء يعني بإنشاء عملة مغاربية مشتركة، عملة عربية مشتركة، لما لا؟ وبالتالي إذن الهدف الأسمى أو الهدف لهذه النقاشات وهذه الحوارات من أجل إذن التكتل الاقتصادي المشترك بين هذه بالفعل. الدول، وبالتالي إذن رانا في عالم إذن يجب أن تتكتل فيه إذن الدول من أجل ماذا؟ من أجل مجابهة إليه الجزائر في قمتها العربية. شكرا لك الخبير الاقتصادي حسين بن علي على كل الشروحات التي قدمتها لنا.